الاعتراض على مشروع الخصخصة لشمال محافظة البصرة، ولذا ومن باب المسؤولية فإن لجنة الكهرباء في مجلس محافظة البصرة تعلن رفضها لمشروع خصخصة الكهرباء في قطاع التوزيع للأسباب أدنى. السبب الأول أن وضع محافظة البصرة الأمني والاجتماعي والاقتصادي لا يمكن من تنفيذ متطلبات المشروع حاليا. الثاني، هناك أعداد كبيرة جدا من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر، ويوجد ضمن البيت الواحد أكثر من عائلة أو عائلتين، مما يرهق كاهل هذه العوائل في زيادة نفقاتهم المالية فيما يتعلق برفع المبالغ وتسعيرة الجبائر للقطاع المنزلي. ثالثا، يجب أن تقوم وزارة الكهرباء بتخفيض مبالغ الجبائر للقطاع المنزلي، أسوة بالتخفيض الذي شمل القطاع الصناعي والزراعي والتجاري قبل المباشرة بتنفيذ أو إحالة مشروع الخصص لقطاع التوزيع في محافظة البصرة.